أخيرا تسأل هل يجوز أداء سجود التلاوة وسجود السهو في وقت النهي؟ سجود التلاوة يتبع القراءة، إذا كان الإنسان يقرأ ومر بسجدة فإنه يسجد في أي وقت كان على الصحيح من قول العلماء، لأنه تابع للقراءة، والقراءة ليست ممنوعة في وقت النهي، إنما الممنوع الصلاة، سجود التلاوة لا يعتبر صلاة، وإنما هو عبادة تابعة للقراءة، أما سجود السهو فلا يتصور أن يكون في وقت النهي، لأنه تابع ومقترن بالصلاة. في صلاة الفريضة، فإذا صليت الفريضة وحصل عندك ما يشرع له سجود السهو فإنك تسجد قبل السلام أو بعد السلام من الفريضة، فهو تابع للفريضة لا يكون مستقلا. لا. جزاكم الله خيرا. إذا صادف أن صلى في وقت نهي وسهى في صلاته فإنه يسجد للسهو. طيب. لا. جزاكم الله خيرا.